الأرض. آه قلبي على ولدي انفطر، وقلبي ولدي علي حجر. يا معلق الرباب أمانة أمانة كل وعذب الوطر، كل وعذب الوطر. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. عانت معاك يا الزمان وترنك العينة دي، ياللي مصاحبني في عدم صبري وفي جلدي. ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولادي، لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي. ولا لقيتك فيهم لفتي يا ابوي ولادي، لو ترجموك الأنين يلقوك تقولوا ولدي. قدر يا واد قلبي قدر، النار أولها الشرر. يا معلق الرباب أمانة أمانة قول وعذب الوتر، قول وعذب الوتر. ده مهما كان احنا بشر، ده مهما كان احنا بشر. مهما كان احنا بشر. انت عارف الحاج محمد ابو دياب وتاريخه ايه معانا؟ بلده طول عمرها معانا يا سياده المأمور. يرجع الفرح فورا. تمام سعادتك، مع السلامه. مع السلامه يا بيه، انا اللي متصل، يبقى انا لك في المكالمه، مش دي الاصول. اتفضل. يا باشا كان هيقفل قبل ما اكمل معاك، في انتظارك. تشرف تشرف. مع السلامه. مع السلامه. لو كنت انت المتصل انت اللي تقفل. انا اللي متصل، انا اللي اقفل. هقفل. السلام عليكم.
راجل يا تعبان، ما دام مش قد اللعب بتلعب ليه؟ مش قلت الكهرباء قطعت عندك؟ ذنبه ايه السمك؟ لسه الميه باقيه. اهلا يا اهلا يا اهلا. اهلا يا حاج. كده الفرح بقي فرح. مبروك يا حاج، ما تزعلش، اللي ما يعرفك يجهلك. البركه فيك، انت اللي صححت الوضع. اتفضل. اتفضل يا حاج. العريس ولد العريس. العريس والعروس يلعبوا الطاولة المحبوسة، يغلب عشرة ياخد بوسة، بنهني العريس. أنا بمثل الصباح، ما حلوة الليالي الملاح، يا رب تتمم الأفراح، سقفة للعروسة. ابو زكري رايح فين؟ جايلك بعد اذنك. هم سبع الليالي، ليالي الجمعه والخميس. رايح فين؟ مناع. نعم يا حاج. خد ابو زكري الحمام بتاعي اللي جوه، وما تسيبوش الا ما يخلص. حاضر. تفضل يا عم الحاج. تفضل يا عم الحاج. خليك براحتك يا عم الحاج. صحيح. واد يا حاج، كنت سهران شوية ليلة امبارح. طب روح روح اقعد في اي حته. مبروك يا عريس. جوز بنتي تقوى. مش عارف جوزتها له كيف. يلا النصيب. اكيد عمتكم جت هي وجوزها وعفريته. شغل هوادكم بروصل. لا ما فيش داعي، هو يخش ويقعد النور هيرجع. مناح افتح يا مناح، افتح يا ابن المدعوم، النور قطع. افتح يا ابن الفقرية، الدنيا ضلمت كحل. ها
ألف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج محمد. سلم. أهلا وسهلا. مش قلت لك؟ اتفضل. مش قلت لك تيجي وحدك ما تجيبهمش معاك؟ قالوا لازم يحضروا فرح بيتك. ده فرح ايه ده يا ابوي اللي حضروا الجن والانس؟ فرح بنت الحاج محمد ابو دياب. هو صح يا حاج سيد حكايه مرتك اللي تحت الارض؟ امال كده؟ ولا مؤاخذه يعني الحريم اللي تحت الارض احسن ولا اللي معانا فوق؟ يعني كرجل ومراه يعني. هتوجع في الغلط قدامي جوز اختي. هو في احسن من اخت الحاج محمد ابو دياب يا واد؟ اسمها ايه امك؟ وعندك عيال منها؟ 12 ولد. وهتتجملوا فيها تحت الارض؟ يا حزن على قلبك التجيال. طب روح روح طلع عمك ابو ذكري من الحمام قبل ما قلبه يوقف. وش عرفك انت بالحكايه دي؟ روح يا مناع روح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فين العروس؟ هنا يا عمتي. مبروك يا حبيبتي مبروك. امسك يا هديتي. ان شاء الله يخليك. ان شاء الله يخليك يا ام الغالي. ايه الافراح قليله. ارقصوا وزغرتوا وغنوا زي ما كنتوا. سلامي هنشولك. مش هروح. انت من ميت هتيجي ولادة حد؟ ساعة ما صرخت جسمي اتنفض. ما كانتش صرخة ولادة. استرها يا رب. نادية والنبي يا رب. ما تقلقش يا حاج. أنا ولدت عيال العيلة كلها. هي بس محتاجة الحقنة دي ضروري قوي وللأسف مش عندنا. ودي نلاقيها فين؟ يمكن في مستشفى الجامعة وإن ما كانش في أسيوط أو في مصر. خير. يا حاج. تعال يا حمودة. وأجيب لي فخر الدنيا. اللي جوه دي مش مرتك. مرتي مرتي يا حاج. روحة الحقنة. حاضر حاضر. جوان خلص. حاضر حاضر حاضر. عرفتك وعرفتني كنت انا يا حبيبتي. جوان خلص كأني شغال عنده حاجة تعل. عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالوا لي مش هلاقي الحقنة دي غير في صيدلية الجامعة. للأسف آخر واحدة طلعت من التلاجة من ساعة. والعمل يا دكتور؟ والله ما قدامكش غير إنك تروح أسيوط. أسيوط؟ طيب. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمة الله وبركاته. للأسف يا حاج الحقنة اتأخرت قوي والأمانة راحت لخالقة. والله قلبي كان حاسس من اول ما صرخت لا اله الا الله لا اله الا الله. ربنا اراد ان الطفله تتولد سليمه وزي القمر. يقطع من هنا ويوصل من هنا. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. خرمت على الحقنه في كل حته ما لقيتهاش الا في اسيوط. ايه يا فهد؟
عظم الله اجرك يا حاج. شكر الله وسعيك يا ولدي. ما تفكوش الصوان. امر الله. اتعمل للفرح وهيفضل للميتم. شيعت اجيب اربع مخروجين. لا مؤاخذه يا حاج. بتوع الفرقه يعني عايزين حسابهم. حسيبهم يا خيري وعشوهم. الروح ما شبعت من النوح والكسر ما لهش داب. الروح ما شبعت من النوح والكسر ما لهش داب. طولت يا طلعت الروح وبعيد يا جبر الخواطر. طولت يا طلعت الروح وبعيد يا جبر الخواطر. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا يستاهل. ولسه يا ما حيشوف. بس يا شمتها في الماط حرام. لا مش في الماط. تجوى زيك ألف رحمة ونور عليها. لكن شبتها في الحي. وعم ذنبه ايه بس؟ انت هتصدق كلام الناس؟ انت عارفة ابوي ماشي بمزاجه. لا مش بمزاجه. طول عمره هيمشي ويعاود الا الدور ده. يلا يلا نلبس عشان نروحوا له. ما رحناش الفرح ونروح الميتم. ايوه امال الميتم واجب وهو قال نعزمه بعض للشبابين. وانا مش هكسر كلمته. يلا باب السعاده فين يا عمي؟ انا جيت اخش وته من يا عمي. باب السعاده فين يا خالي؟ انا جيت اخش وته من بالي. يا غورتي يا غورتي هتعذبوا الحي والميت ليه يا فجريين؟ يبقى جايه في حياتك يا حاج. لو مره منكم فتحت خشمها بعدوده تاني هقطع فرطها. هتبرد نار بيتي يا حاج. كنت مفيش عديد يا منده. حاضر يا حاج. خايل في الحزن وخايل في الفرح يا حاج. وده وقت تباب وجنان. وانت ملكومه. بدل ما تعددي وتطيني شوفي جابوا واحده ترضع البت ولا لا. ده اللي يعملوا الحي الميت. حاضر. واللي ما جاش فرح بنت الصغير عشان يكون مبروك ما يجيش عزا بنت الكبيره. سامعه؟ الحجر ده انا قعدت ليلات روح تاجي لينا. على الحجر ده انا قعدت ليلات روح تاجي لينا. هنا اتولدت اتدفنت يا ولدي غبتك تجينا. يا ولدي غبتك تجينا. يا ولدي يا ولدي. وبعدين يا محمد حزين على بنتك ولا على كل ما يروح حد تفتكر مرعي؟ عمري ما نسيته. حتى وانا اضحك هفتكره وهو هيضحك. ما كانش في احلى من ضحكتك. اختك جت عندك يا مرعي عشان توصل لك السلام وتقول لك ابوك عمره ما نسيت. طول الموج هيتحرك طول ما انت جوا قلبي حي. كنت استنيت يا بحر علي شويه. لازم تضمه في صدرك الاول ضمه الموج وبعدين ترجعهولي ميت. استغفر الله العظيم.
لا اعتراض ولا مانع. يا مرعي، كل ما الزمن يعدي كل الجرح ما يكبر. العربية غرزت. ايوه غرزت. طريقك كان امبارح كويس. مين اللي حفر الحفرة دي؟ والله يا بيه ما عارف، هم كلهم يدقوا ويحفروا في الطريق. خلاص انا هتصل يبعتوا لي البوكس. مفيش داعي يا باشمهندس للبوكس. باشمهندس انت رخم، انا مأمور المركز الغارز. طب بتهزر وانت غارز؟ بقول لك انا المأمور ما بهزرش. مأمور حكم دار دكتور، استنى ندعي هي اللي يزقوك. يا واد جنبي دي مش كسرة منه في الضلع الكبير. وعمي ماله ومال قعدتي؟ هو كان هيجوزني كمان؟ ايوه هو المسؤول، عياله كتير. يعني كان هيجوزني الواحد فيهم بالعافية؟ يا سلام، بنت عمه، ويا ما جوز ويا ما طلق. لا هو اللي قصد يكسرني. يما حرام عليكي. والعرسان اللي جولك ومشاهم، مين فيهم كان عليه الجيم؟ وهو في قلة قيمة أكتر من قعدتك جنبي. أمر الله ونصيب. لا أمر المخلوق، ولو جالك أي حد هتجوزه ورجله فوق رقبته. طب بس لما يجي. أيوة حيجي، أمال إيه؟ ولا خرب بتحمل خلاص. رجل راح اتبارت، وهو عياله اتمرمغوا في العز. وإحنا فين ورثنا؟ ورثنا إيه يا أمي؟ ما هو ساب لنا البيت وارض ابوي والمحجر اللي عايجب له خير البخيل. حب على ايد ابوي قدامك، وابوي اللي مرضيش يشاركه وقال له لا. انا ما فهمش الكلام ده. راجلي يرجع وبنتي تتجوز ونعيش وزي وزي عياله، يا حليف طلعته واليوم الدين. واتمنى له الشر، ولسه حيبكي ويشوف ايام سودة. ده دلوقتي بس يا بنت، لكن ايامنا جايه. هي الدنيا كده، تدي كل حي رقصه، واحنا رقصه فرحتنا لسه ما جاتش. اللي انت شايلها دي
بيت يا عم. هات هات. بسم الله الرحمن الرحيم. ابعد ابعد ابعد. كيف يا عم؟ البيت لحمن هي واخوها الصغير هيعيشوا عندي ويناموا على سريري. وانا انت تغور تتجوز تتحرق بس ما اشوفش وشك تاني. ليه؟ هو انا اللي خدت روحها ليه؟ لولا ان اولادك يقولوا جدنا موت ابونا عالم ربي وشاهد كنت طلعت روحك تلوك عند المرحومه تحب على رجليها وهي ترفسك لجهاتنا. سيب سيب رقبتي يا حاج. سيب رقبتي. سيب ابوي. سيب اللي عاوزه يحصل. غور انت ورقبتك. انا هغور بس انا عارف انا هعمل ايه. بس يا تقوى سلامتك يا عم الحاج. دي بنت تقوى هي برضه هيبقى اسمها تقوى. في حاجه منها؟ مهران صاحي وبيبكي يا عم الحاج. طلع اوضتي فوق خليك جاره لحد ما ينام. بس بس مناه وشيع شوف لنا واحده تكون صحتها سليم عشان ترضع البيت. حاضر يا عم الحاج. بس 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 يا تقوى. السلام عليكم يا ابو الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير؟ عاوزين كم نقله كده من ورا الحاج برا الشغل. الدبش على قد الشغل وبس. خير ربنا كتير اهو. طب انهم غالي عليك دول يا شايب؟ ما انت حتكرمني برضه. ليه؟ فاتحها سبيلي اياك. ايوه حاضر جاها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا ولدي. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا عم أبو ذكري تفضل. الله 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 الله. إيه النور ده؟ وشك ما شاء الله زي الكلب. نور إيه بس يا عم الحاج؟ ده نورك أنت لكن ربك أعلم بالقلوب. قلوب؟ وفي زي قلبك ده أنت أصفى من لبن الحليب. ده الظاهر بس الباطن يعلم بيه ربنا. عموما متشكرين. تشرب ايه؟ قهوة من ايد الحاجة. قهوة اللي فوق. حتسيب الدنيا لاخواتك يا ولدي؟ الدنيا ما تضمنش. اديك قلتها بنفسك يا عم الحاج. ونمسك ليه في حاجة مش مضمونة؟ والدين قال لك تسيب حقك. حق ايه؟ حقك في فلوس ابوك والمحجر. انت عارف نقلة الحجر بكام؟ عارف الخير اللي في اخواتك قد ايه؟ ربنا يزيدهم يا عم الحاج. وانت يعني شفت حاجة على ابوك؟ محرمهم ليه؟ تعرف حاجة؟ ابوك لا يتاجر في السلاح ولا في الحشيش. حدش قال كده؟ طيب امال ايه؟ بص يا عم الحاج، المحجر والحجارة ربنا اعلم بيهم. يمكن يكونوا حلال ويمكن يكونوا مش حلال. شبهة يعني عشان شغل الرشاوي والناس اللي بتتأذى ما بين يوم والتاني. فأنا بعدت نفسي من زمان عن الحلال اللي أنا مش متأكد منه. لكن محدش قال عليهم حاجة وحشة. يا ولدي حد اليومين دول عاتك حرام من حلال.
عيالك هيكبروا هيلاقوا عيال عمهم أحسن وأغنى منهم. ليه؟ عيالي مبسوطين ومرتاحين وناجحين في المدارس والحمد لله، مش ناقصهم حاجة. الحكاية مش وكل وشرب، ده ملايين ملايين ملهاش آخر. كل واحد هياخد نصيبه يا عم الحاج. بص أنا مستعد أشاركك، سيبك من محجر أبوك وفلوسه وتعالى امسك المحجر الجديد بتاعي. أنا عارف إن دماغك دي برابند في الحسابات، ورزقي ورزقك على الله. يا عم الحاج، يعني أنا سبت مال أبويا اللي ما تغشش منه وأمسك مالك أنت؟ يعني ألف من ورا أبويا ترضاهالي أنت؟ أنا عايز المصلحة. الرجل الفتنة ده عاوز منك يا تام. بس ياما عيب، ده راجل ضيف. ضيف مين؟ ده رجاص طحون وفتنة وضلالي، ولو غرش دلوك من هنا هولع فيه. لا فين يا بنت اللي فوق العصاية المولعة؟ لا وعليه، أنا ماشي هي ناقصة باب. دبوا على راسك بالمرزبة يا شايب يا عايب يا مهووس، هتقول على مين مدبوبة يا ابن المدبوبة؟ حياتك الباقية يا باشا، فيك الخير. ايه مش لاقيين المأمور يا باشا؟ انا مش بتاع الحاجات دي، اللي اقدر اعمله ان ادوس على نفسي واخلي رجالة تدور عليه، بس ان لقيوه يا باشا ما ينفعش يكمل عندنا عشان الهيبة. كفاياه رجايف ويدور على حتة تانية منورة بدل بلدنا عشان ما يتوهش. جمايلك مغرقانة يا باشا. حاضر حاضر حاضر. نجيبه منين يا مناع؟ عارف يا حاج، ندور وخلاص. ايه الاخبار؟ الحاج ابو ذكري راح لكامل ولدك، قعد عنده شوية وطلع كربان. وجودة كان في المحجر طول النهار، اما حماد نزل المركز. نزل المركز ليه؟ خد العربية وراح يقابل واحدة من بتوع قصر الثقافة. وخيري؟ خير اتفق مع واحد على 5 نقلات حجر بعيد عن شغلنا. بعيد عن شغلنا كيف يعني؟ يعني الظاهر هيبيعهم لحسابه، وقال له هيحملهم له في الليل. مين اللي اشترى؟ مش من بلد، اسمه الشايب. الشايب؟ بيعهم له بكام؟ النقلة ب 500 جنيه. الساعة كام؟ النهاردة الظهر. الساعة كام هيحملهم يا مناع؟ ما يبقاش مخك تارس. ايه ايه، بكرة الساعة 10 في الليل. انت مين يا بنت؟ انا فرحة يا عم الحاج، جيت عشان ارد اعتقوا. فرحة مين؟ بنت مين؟ فرحة يا عم الحاج، بنت زينب، مرت المرحوم غنام. افتكرت. انا اعرف امك وابوك. بسم الله ما شاء الله كبرتي وتجوزتي. الدنيا عطير بالناس يا عم الحاج. لا مؤاخذه يا بنتي، دخلت وانا ما اعرفش ان في حد جوا والله. انا بنتك يا عم الحاج. طبعا لا مؤاخذه يا بنتي، اخذناكي من جوزك وعيالك. جوزي؟ ما فيش جوز. ليه؟ طلقني وهج على مصر، حتى ولدي اللي هيرضع ربنا افتكره. معلش يا بنتي، ايام هنقضوها في الدنيا. خدي. ايه ده يا عم الحاج؟ فلوس يا بنتي عشان تعبك، بعدين الرضاع عايز غذاء واكله وشربه في بيتنا يا عم الحاج، مش عاوزه اي حاجه. اهدى، حد يقول لي الفلوس؟ لا انا يا عم الحاج، والمرحومة تجوى كانت صاحبتي وحبيبتي. خدي بس. والله ما هاخد، ولو على الفلوس مش هاجي تاني. لا لا لا، ليه؟ براحتك. هي تجوى نعست كده، كلت وغيرت لها وزي الفل، والصبح بدري هاجيلها. شكرين يا بنتي، معلش تعبناكي معانا.
تعبك راح. سلام عليكم. وعليكم السلام. سيبيه براحته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ابوي. مالك؟ نايم ليه؟ حزين كانت عليك وعليك تكتكو. اللي ماتت وراحت لك. ما هي تقوى قالت لي تلقاه حزين. قلت لها تعالي نسلموا عليها. الله يا حلاوتك يا بنتي، سمتها ايه يا بوي؟ تاكو على اسمك. بس انت لسه حامل. من حول التقوى تانية وتالتة ورابعة. وانت يا برعي رايق زي الفل يا حج. عاوز فلوس؟ هعمل بيها ايه يا حج؟ انا كل اللي بعوزه بلقاه قبل حتى ما افكر فيه. قول لي يا ولدي، مين اللي زكك؟ قول يا مرعي ما تخافش. قول لي يا ولدي، قولي له تقوى. يقول لي مين؟ قولي له، قول لي مين يا تقوى. يلا يا مرعي، ادينا سلمنا عليه، خليه نايم لا يصحى. مرعي، مرعي، مرعي. عاوز اشرب يا امه، يما عايز اشرب. حاضر حاضر. يمي فين يا جد؟ أمك في الجنة. والجنة فين يا جد؟ الجنة قريبة يا ولدي. شكلها إيه الجنة؟ حلوة قوي، فيها خضرة ومية ونور ولعب. ولعب، لعب كثير. أمي هتعمل إيه هناك؟ هتلعب؟ هتلعب يا ولدي. سايبانا ليه؟ عشان تلعب؟ ما سبتكمش يا، زي ما تقول كده تعبت من الشقة ومن خدمتكم، فقلت تروح هناك تريح شوية. تكره لها الراحة؟ لا بس عاوزها. ما جدك معاك اهو. ايه جدك وحش؟ لا حلو. اطلب اللي انت عايزه ونعمله لك. عاوز امي. الا دي يا ولدي، دي مش في مقدرتي. اطلب حاجة تاني. عاوز عشمية. بس كده؟ يا سلام، تحت أمرك. عايزها ميتة؟ عاوزها دلوقتي.
مناع يا مناع. نعم يا عم الحاج. مرتك نامت ولا مستنياك؟ الله اعلم يا عم الحاج. يا راجل يا بارد، مش عارف مرتك نايمة ولا صحية؟ لو نامت تصحى يا عم الحاج. خلاص صحيها وخليها تعمل عجمية دلوك. عجمية ودلوك؟ دلوك يا مناع. وتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم، أتريني شمسة شتاء نعس عليها الغيم. يا ولدي رحنا بيها ومليناها عيال وحريم، وتريك يا دنيا بحر وإحنا كوبش تريم. ولدي وجرحك يشق قلب الجبل راح يطق، ضاقت علي الطرق ولدي قتل ولدي، حبس القلوب فيها سر والسر لو طير يفر، وسط الخلايق يقر يسكت عشان ولدي. ده السر وعزول، اطحنها نساء ورجال وزي ما تقول قول، ما يوقفش متدوران علشان فلان وفلان، اتملى يا انسان وانت يا شاعر قول، ما يوقفش متدوران علشان فلان.